بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بك فارس. اهلا بك اسامه، واهلا بكل محبي ومشاهدي قناه النادي الاهلي وخط احمر اينما كان. بيبو في المنصورة واحتفال 800 عام، وزارة التعليم العالي، طلاب مواليد الألفية الجديدة ما شافوش بيبو، سمعوا بس عنه. طب ليه كل المحبة دي؟ ليه؟ أكيد أكيد مش عشان مجرد لعيب كورة، أكيد لأن سيرته دايما بعد كرة القدم وأثناء ممارسته لكرة القدم كانت الأخلاق. أصل الأخلاق بالنسبة للجيل ده والجيل اللي قبله والجيل اللي زي حالاتي اللي هو التمانيناتي اللي هو تعليم مدارس حكومة، لما كان بيدخل المدرسة كان بيلفت انتباهه ان قبل ما يتحط اسم المدرسة بيتحط اسم وزارة التربية والتعليم. لما كان بيشارك في دوري المدارس كان دايما بيلاقي مكتوب على صورة على سور المدرسة الرياضة أخلاق. وعشان الرياضة أخلاق فكان طبيعي جدا تشوف المشهد اللي حضراتكم شفتوه في جامعة المنصورة، شباب مواليد نهاية التسعينيات أو بداية الألفية الجديدة بيتكلموا عن كابتن محمود الخطيب، واستقبال مش بس الشباب، لا ده استقبال رسمي، استقبال من هيئة مدرسين أفاضل، استقبال من قامات كبيرة في محافظة الدقهلية، استقبال يليق بالكابتن محمود الخطيب وتكريم لأخلاقيات الكابتن محمود الخطيب. هو ده اللي احنا لازم نطلع بيه من الرياضة، ان الرياضة اخلاق. لو حولنا القصة او غيرنا الصورة الذهنية للاطفال عن انها تكون اخلاق، هنا في مشكلة، مشكلة مجتمع، مش بس مشكلة كرة قدم، مشكلة ثقافات، مشكلة جيل ورا جيل ورا جيل هيلاقي القدوة مختلفة. فاحنا عايزين نحافظ على الصورة الذهنية انها تكون دائما وابدا الاخلاق رقم واحد. واوعى تظن ان الاخلاق مرتبطه برساله سماويه او بدين خالص، الاخلاق مرتبطه بالانسانيه، صلاح المجتمعات من صلاح اخلاقياتهم. ممكن تكون بتنتمي لاي ديانه هتلاقي عندك اخلاق، وحتى لو لا تنتمي لاي ديانه هتلاقي موجود اخلاقيات قائمه من بداية البشرية. وإحنا دائما وأبدا بنقول إن الأخلاق مرتبطة بالإنسان، عشان كده ياريت محدش يبوظ الصورة الذهنية للأطفال اللي طلعت شافت على المدارس الرياضة أخلاق، محدش يبوظ الصورة الذهنية للأطفال اللي شافت لوحة مدرستها مكتوب عليها وزارة التربية والتعليم، التربية سبقت التعليم. محدش ينسى كلام مهم جدا سيدنا علي بن أبي طالب لما قال لو فقدت المال فأنت لم تفقد شيء، ولو فقدت الصحة فأنت فقدت بعض الشيء، ولكن لو فقدت الأخلاق فإنك فقدت كل شيء. وأحمد شوقي لما قال وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. أهلا بك يا أسامة تاني، وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي اللي شافوا معانا فيديو معانيه كبيرة جدا. معانيه ان زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت وزي ما احنا متواصلين معاكم، معانيه ان كابتن محمود الخطيب بيدي دروس للناس. المحبة دي اشياء لا تشترى، اللي انتوا شفتوه على الشاشة هي فعلا اشياء لا تشترى. كابتن محمود الخطيب يدخل قلوب المصريين وقلوب الاهلوية من غير حجاب، يدخل قلوب الاهلوية بمجرد ما تشوفه
هتحس بالراحة النفسية تجاهه، وهتحس كمان إن هذا التاريخ حافظ عليه بأخلاقه. كابتن محمود الخطيب هو عمره ما اللاعب اللي تيجي تقول ده كان عبقري، كان فريد من نوعه، كان استثنائي، بس مش هتلاقي كلمة بس. مع كابتن محمود الخطيب وفي مسيرة كابتن محمود الخطيب مش هتلاقي بس، هتلاقي دايما صورة فريدة من نوعها عن فكرة اللاعب اللي جمع ما بين الأخلاقيات وجمع ما بين الموهبة الفذة. ويمكن دايما في علم النفس حتى التفوق المبالغ فيه والتفوق والتفرد أحيانا يزرع في النفس البشرية فكرة الغرور، وإذا تحدثنا عن الغرور فكابتن محمود الخطيب هو شخص كل من يعرفه يعرف أنه في قمة التواضع، ودي المعادلة الصعبة. وعشان كده إحنا بنأكد أن كابتن محمود الخطيب يوميا يقدم دروس لكل واحد من مش من جيلنا بس، لكل حد في بيته بيشوف قدوة فعلا بالموقف وفعلا بالمثال وفعلا بالدليل. كل يوم كابتن محمود الخطيب بيسيب لنا درس وبيسيب لنا رسالة، وعشان كده هنفضل نقولها، كنا بنفخر وما زلنا بنفخر وسنظل نفخر بأن رئيس النادي الأهلي هو كابتن محمود الخطيب، اللي على درب رؤساء النادي الأهلي اللي كلهم ما كانوش مجرد أسماء شغلت المنصب ده، ده يمكن ناس كانت بتسيب بصمة ورسالة، وكابتن محمود الخطيب كان في أوائل الناس اللي بتسيب بصمة ورسالة. وشفنا كمان رسائل دعم بتخرج لكابتن محمود الخطيب مش بس على تويتر، ولا بس من الناس في البيوت، ولا بس من الناس اللي كلها بتقابلها، لا كمان من نجوم حبوا يسيبوا موقف، من ناس مسؤولين بيسيبوا رسالة، وأولهم الوزير العمري فاروق، وزير الشباب والرياضة السابق ونائب رئيس مجلس الإدارة، اللي نزل صورة فيها رسالة، فيها رسالة للجميع إن مجلس إدارة النادي الأهلي على قلب رجل واحد، مجلس إدارة النادي الأهلي كله الفرد فيه زي المجموع، والمجموع كله على قلب رجل واحد. وكانت رسالة مهمة في الوقت ده، تبعتها رسائل تانية يا أسامة. لا قبل ما نروح للرسائل التانية، مهم جدا أننا نوضح نقطة مهمة جدا. الفترة الأخيرة والجيل اللي كان موجود في الجامعة وبينادي باسم الكابتن محمود الخطيب، يمكن ده جيل شاهد ممكن الكابتن حسن حمدي، شاهد بعد الكابتن حسن حمدي مهندس محمود طاهر، ثم الكابتن محمود الخطيب. هتيجي في الفترة دي فقط لغير، لو حصرناها مش هتلاقي تصريح واحد مسيء للكابتن حسن حمدي، مش هتلاقي تصريح واحد مسيء للمهندس محمود طاهر، مش هتلاقي تصريح واحد مسيء للكابتن محمود الخطيب، لكن هتلاقي عامل مشترك واحد فقط لغير كان معاهم دايما متجاوز مسيء، فتبقى الرسالة واضحة. لكن نروح للوزير الأسبق العمري فاروق اللي بيضرب في مقتل، بيضرب أي حد حاول يتكلم عن قصة الوشاية دايما، الحق العمري فاروق على خلاف مع الكابتن محمود الخطيب. وفي كل مرة بتتقال إن الكابتن على خلاف مع الوزير الأسبق العمري فاروق، بيكون العمري فاروق والكابتن سباقين دايما إن هم يردوا بالرسائل اللي زي دي. العمري فاروق بيقدم رسالة مع حفظ طبعا كامل الألقاب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على مدار الحقبة دي مع الكابتن محمود الخطيب سواء في الفترة الأولى أو الفترة الثانية كان بيرد بالوقائع، بيرد دايما مش بس بالصور، بيرد على أرض الواقع في مساندة مع مجلس الإدارة. ولعل الانتخابات الماضية كانت واضحة إن بالفعل كلمة على قلب رجل واحد كانت قولا وفعلا. ومن الكابتن محمود الخطيب والمهندس العمري فاروق لرموز النادي الأهلي، وطبعا الكابتن أحمد شوبير أحد أبرز أو ناظر مدرسة الإعلام الرياضي ورائد من رواد الإعلام الرياضي الحديث، وهو بيرد بمنتهى الوضوح على قلب رجل واحد. رسالة مهمة من الكابتن أحمد شوبير مش بس مع الكابتن محمود الخطيب، لا ده كمان مع مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، وهو ده اللي احنا بنقوله إن دايما وأبدا ربما الكابتن محمود الخطيب في الوقت الحالي لأنه رئيس النادي ولأن الإساءة متوجهة لشخصه مباشرة، ولكن دائما وأبدا النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي، الكيان عبارة عن مجلس إدارة، عن جمعية عمومية، عن جماهير. فالكابتن أحمد شوبير بيكمل وبيقول للاحترام عنوان، ما كانش بس الكابتن أحمد شوبير من لاعبي الكرة وأبناء النادي الأهلي،
وهنا لما تتكلم عن الكابتن احمد شوبير او الكابتن وائل جلعه تقول ابناء النادي الاهلي وانت واثق. بص يا اسامه، دايما تعرف الرجال عند الشدائد. كابتن وائل جمعه كان احد هؤلاء الرجال اللي خرج وقال كل الدعم والمسانده والتقدير للكابتن محمود الخطيب، رمز واسطوره النادي الاهلي. واعتقد يا جماعه ده وقت الفرز، ده الوقت اللي رئيس النادي الاهلي فيه دعمه والحديث عنه واعطائه حقه هو رساله لكل جيل ولكل لاعبي النادي الاهلي اللي مطلوبه منهم، مش عشان حاجه، عشان رئيس النادي الاهلي هو يمثل النادي الاهلي. طبعا كان في برضه مودي الجرح نجم الباسكت طبعا ايد الكابتن محمود خطيب بنفس الصوره، وطبعا ده واضح جدا. وهنا رساله بقى لكل نجوم ولاعبي النادي الاهلي السابقين، القصه عمرها ما كانت اهلي وزمالك. في الاخلاق دايما بنقول يعني نكون مع الاخلاق او لا نكون، لان انا ما عنديش ابدا اي انسان على الفطره ممكن يدعم شيء خارج عن الاخلاق. وبالتالي رسالتي لنجوم ولاعبي النادي الاهلي السابقين، في الوقت ده انت مش محتاج على الاطلاق ان انت غير حاجه واحده فقط لا غير، تنبذ الخلاف او الاختلاف في وجهات النظر مهما كنت مختلف. حاليا النادي الاهلي لابنائه وابناء النادي الاهلي لازم على الاقل على الاقل يكونوا واضحين تماما في معركه النادي الاهلي الحاليه. دي كانت مقدمه كده قبل ما نروح لاخبار، وطبعا الاخبار عندنا مباراه بكره مع النادي الاسماعيلي، كالعاده تلعب في ارض محايده، وكالعاده النادي الاهلي بيدفع الضريبه. ايه هي الضريبه؟ ضريبه ان مفيش موافقات ان النادي الاهلي يلعب في اسماعيليه، برغم ان النادي الاسماعيلي بيلعب عادي في القاهره. والبعض بيروج لفكره هو انتم مش بتلعبوا في اسماعيليه ليه؟ اتمنى من رابطه الانديه مع بدايه الموسم القادم يكون مباراه الاهلي والاسماعيلي في القاهره، ومباراه الاسماعيلي والاهلي في الاسماعيليه. نجح النادي الاسماعيلي ان هو يحصل على موافقات، اهلا وسهلا النادي الاهلي هيلعب. لم ينجح النادي الاسماعيلي ان يحصل على الموافقات الامنيه، مش لازم النادي الاهلي يتنقل مباراته اللي في القاهره يلعبها في اسكندريه. اعتقد ده قمه العدل. الموضوع سهل جدا، ومش كل موسم الاهلي هيدفع ضريبه وفي النهايه يطلع اعلام اخر يتحدث عن مجامله بتحدث للنادي الاهلي. طبعا سوارش اعلن عن قائمه المباراه غدا، طبعا علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، محمود متولي، حسام حسن، محمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني واحمد سيد غريب ورأفت خليل. طبعا نجم يعني شاب منتظر مستقبل محتاج ان هو يركز وياخد دفعه الجماهير ليه ان هو يبذل قصارى جهده في الملعب، واحمد عبد القادر ومحمد خليفه نصير واحمد سيد عبد رب النبي ومحمد فخري ومحمد اشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد احمد شرقيه وعلي عمرو. يعني كل القائمه تقريبا عباره عن شباب، نتمنى ليهم التوفيق باذن الله في المباراه بكره. ودي طبعا لقطات من تدريبات النادي الاهلي اليوم. اعتقد مباراه في ظل ان النادي الاهلي يا اسامه مطلوب منه يحقق اهداف المرحله. اهداف المرحله ايه؟ اهداف المرحله ان انت تتاكد من مجموعه الصف الثاني او العائدين من الاصابه او اللاعبين الناشئين او الشباب اللي موجودين في قائمه النادي الاهلي، ان انت تشوف ان هم مبشرين مين هتقدر تعتمد عليه. كمان عندنا خبر مهم، كان قفشة خضع لجراحة فتق في جدار البطن، أعتقد هياخد 3 أسابيع ويبدأ إن شاء الله قفشة مع بداية الموسم يكون موجود ويكون جاهز إن هو إن شاء الله بإذن الله يقدم موسم مختلف جمهور النادي الأهلي منتظر فيه كتير. إن شاء الله نطلع لفاصل وأكيد نشوفكم بعد الفاصل وعندنا كلام كتير جدا. اهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي خط احمر. والفقره دي فقره مهمه جدا، يعني ممكن تعتبروها كده فقره كاشفه، فقره للتاريخ. ليه؟ لان في انديه لما بتحقق بطولات بتدور على ايه العامل اللي ممكن تستند عليه وتقول لك بس لو العامل ده كان موجود يا كان زماننا النادي الاهلي. كان زماننا رقم واحد، ورقم واحد هو النادي الاهلي. فتقنيه الفيديو سمعنا تصريحات كتير، و التصريح واحد بس بيتقال بصياغه مختلفه، ان النادي الاهلي مش قادر يحقق بطولات محليه من ساعه ما دخل الفار مصر.
وردود طبعا النادي الاهلي حقق بطولات افريقيه والكلام ده كله، لكن القصه كلها ان الناس بتاخد الفار كدخول تاريخه مش كتطبيقه. بمعنى ايه؟ بمعنى هي مشكلتي دلوقتي ان انا عندي تقنيه الفيديو وشايف انها بتحقق مزيد من العداله اللي كانت بتتحقق قبل دخول تقنيه الفيديو، ولا تقنيه الفيديو عوار كبير جدا وبتفتقد للعداله وتحديدا في مصر وعندنا مشاكل كتير منها، وبالتالي ما ينفعش استند عليها كمعيار يقول ان انا لو العداله توفرت معايا انا هحقق بطولات النادي الاهلي، ولا ده مش كلام بديهي؟ طيب احنا بقى في مصر قناعاتكم الشخصيه كخبراء تحكيم وكمحللين وكناس موجودين في المجال الرياضي، شايفين ان تقنيه الفيديو في مصر فعلا بتمنح مزيد من العداله؟ لان هي مش تمنح عداله مطلقه، وده اللي احنا قلناه من البدايه. احنا اتكلمنا اول موسم دخل فيه تقنيه الفيديو اللي فاز بيه النادي الاهلي قبل يعني عدد مباريات من انتهاء الدوري، قلنا بوضوح لو انت بتعتمد على ان تقنيه الفيديو هتحقق لك عداله مطلقه يبقى انت مش فاهم اصلا بروتوكول تقنيه الفيديو. لا، تقنيه الفيديو هي بتحاول تمنحك مزيد من العداله. ليه؟ لان في النهايه في عنصر بشري بيتدخل في اداره تقنيه الفيديو، وبالتالي بما ان في مشكله ممكن تكون في العنصر البشري فبالتاكيد هيكون في مشكله في تطبيق تقنيه الفيديو. الاهم ان تقنيه الفيديو مش بتدير كل الاخطاء التحكيميه او هي الحكم اللي في المباراه، لا، ده هي بتتدخل في اربع حالات فقط لا غير: ركلات جزاء، اهداف، طرد، هويه لاعب. والغريب انها لما بتتدخل في الحالات اللي زي دي بتتدخل باشياء كتير غلط. ده حقيقي، ده غير انها اتدخلت في حاجات ما كانش ينفع تتدخل فيها. بص، انت بتبسط البسيط، بتحاول تبسط البسيط اللي هو هبسطها لك. يعني القصه يا جماعه احنا عايزين نقول لكم ايه؟ بص يا اسامه، زي ما احنا نكون انت عندك عماره خايف تتسرق فجبت مسؤول امن او فرد امن يحرس العماره دي، هل بالضروره وجود فرد الامن ده يحرس العماره ان هو حقق العداله وحقق الامان ان العماره دي ما تتسرقش؟ افرض نام اطلاق بالظبط، او عمل شاي، صحيح، راح عمل شاي او شال الفيشه، فشال الفيشه. هو ده الفكره يا جماعه في اي شيء في الحياه، مش بفكره وجود الشيء، هو الفكره بمدى تحقيق الشيء لاهداف وجوده. ببساطه الجمله دي هي اللي انتوا هتمشوا معانا فيها، الفكره مش بوجود الشيء، هو مدى تحقيق الشيء للغرض من وجود. وفي حاجة في المنطق كده، احنا دايما معلش يعني اسمحوا لنا بنكلمكم في المغالطات المنطقية، في حاجة اسمها ربط ما ليس علة بعلة، اللي هو ايه؟ الفار موجود، اذا الفار يحقق العدالة. دي حاجة في المنطق اسمها ربط ما ليس علة بعلة، لان عشان الفار موجود اذا الفار يحقق العدالة، يبقى اذا اجراءات الفار كانت عادلة. هو بيشلك اللي في النص دي فيوصل لك ان الفار موجود يبقى حقق العدالة. ده حاجة اسمها ربط ما ليس علة بعلة. سهل على الناس، السبب الوهمي. انت بسطت بقى. السبب الوهمي يعني اللي هو زي ما احنا قلنا كده، القصة كلها هل الفار تم تطبيقه بشكل يرضي جميع الأطراف ولا كان فيه مشكلة؟ مش هنقول رأيا، احنا دايما اعتدنا معاكم هنا آراء خبراء التحكيم، بس المرة دي احنا حتى بقى مش رايحين لخبراء التحكيم، احنا رايحين لما هو أبعد من آراء خبراء التحكيم، احنا رايحين لرأي المسؤول نفسه. رأي المسؤول عن تطبيق تقنية الفيديو ده بيقول ايه؟ تعالوا نسمع السيد مراد محمود في مداخلة مهمة جدا مع الزميل إبراهيم فايق، وهو بيتكلم عن تقنية الفيديو اللي منحت العدالة في مصر. يبقى احنا محتاجين ندربهم أكتر. بص بقى يا فندم، أنا هقول سر على الهواء ويزعل مني من يزعل. اتفضل يا فندم. من إنشاء التقنية، من البدء في التقنية، خدنا أجهزة السيموليتور. أيوة. تسعة أيام يا إبراهيم بيه. تدريب الحكام خلال السنتين الماضيتين 9 أيام فقط لغير. يعني كل حكم قاعد على أجهزة المحاكاة أقل من 10 دقائق فقط تدريب لغير. فقط لغير. تدريب الطيار ليه؟ عشان يركب الطيارة يا إبراهيم بيه بيخش أجهزة السيموليتور كأنه راكب طيارة ما لا يقل عن سنتين. طب ليه يا كابتن؟ يعني ليه؟ بص، أولا كان هناك مفاوضات بين الشركة والاتحاد، عارف حضرتك، لجنة مؤقتة وبعدين في لجنة مؤقتة في تعاقد، شروط التعاقد، فكنا بنطلب أجهزة السيموليتور ويلب لا مش موجودة، لا سافرت. المهم الريزلت اللي حضرتك تحط ايدك عليه ان احنا 9 أيام، وهقولهم لك بصراحة، في معسكر أبو قير
اما لما احنا عايزين فيه. طب احنا عايزين التحكيم يبقى كويس ازاي؟ ده انت حاجه بتقول كوارث. طب احنا عايزين تقنيه الفيديو تبقى شغاله ازاي لما 9 ايام ومش مديين للناس وقت، ولما احنا عندنا مشاكل في تحديد النقاط، ولما احنا حكم الفار عندنا ما بقاش دقيق، ولما احنا الصوره احيانا من الساده المصورين والكاميرات اللي بتبقى موجوده في الاستاد مش على الارتكازات المطلوبه، واحنا ما بنقعدش معاهم وما اتكلمناش معاهم وما عملناش معاهم حاجه، وفي لقطه ممكن يضيع لي تسلل او يضيع لي. طب امال احنا بنعمل ايه بقى يا كابتن؟ امال احنا بنعمل ايه؟ طب ما احنا بنعمل ايه؟ طب ما هو احنا جايبين ده التقنيه احنا جايبينها شكل. عجبني جدا اقوله بالظبط، احنا ما بنعملش حاجه، احنا فقط لا غير جايين نادي شغلنا، اللي هو ايه شغلنا؟ اللي احنا ما بنشتغلوش، ومحدش يقدر يلوم علينا. انت لو تعرف يا ابراهيم بيه احنا بناخد راتب قد ايه، انا مش عايز اقول لك انا بقالي 10 سنين باخد راتب قد ايه، ده اللي احنا مش جايبينه في المكالمه. انت تعرف يا ابراهيم بيه انا اصلا راتبي ما بيكفنيش مواصلات يا ابراهيم بيه؟ انت تعرف يا ابراهيم بيه ان احنا ما شغلناش او ما دربناش الحكم اكتر من 10 دقائق، واجهزه ستيموليتور ما جاتلناش غير 9 ايام، اصل احنا بنطلبها والشركه الرايعه ما بتجيبهاش. طب ايه بقى؟ يعني ايه؟ وايه حكايه بقى استاذ جمال علام يا احمد بيه، واستاذ السيد مراد يا ابراهيم بيه، واستاذ كابتن عصام عبد الفتاح يا سيف بيه؟ يا جماعه في ايه؟ في ايه لما بيطلع المسؤولين عن منظومه الرياضه في مصر في اتحاد كره القدم او في لجنه الحكام بيتكلموا؟ صدقوني مجرد بس تصريحاتهم يعني تعني ان لازم يقدموا استقالتهم قبل ما نشوف شغل، قبل ما نشوف شغل. ده كلام حقيقي بجد والله، لان اعتقد شباب كتير كتير جدا لما بيشوف النماذج دي مسؤوله بيحبط. مع كامل احترامي للسيد مراد محمود اللي كان غريب جدا في سبب تقديم استقالته، سبب تقديم استقالته اللي اعلنه ان اصل ضغوط الجماهير يعني كانت اكبر مما ينبغي عليه. يا استاذ سيد مراد محمود صدقني والله يعني الجماهير ما تعرفش مين حضرتك، والله ده جهل من الجماهير وجهل من حضرتنا، ما نعرفش مين، احنا ما ضغطناش عليك اصلا، ما شفناش اي ضغط عليك. استشعرت الضغط ده فين؟ ولا هو ضغط على رئيس لجنه الحكام عصام عبد الفتاح، فبالتبعيه ضغط على رجال عصام عبد الفتاح داخل لجنه التحكيم، عشان بس نبقى فاهمين. ده بالنسبه للسيد مراد، لكن مش موضوعنا، احنا خدناه موضوع جانبي، لكن الموضوع الاهم ان ما عندناش تقنيه فيديو، ما عندناش حاجه بتحصل، ما عندناش حكام اتدربوا، فبالتالي ما ينفعش تيجي تقوم يا ولد انا اللي خدت كل البطولات المحليه مع فيوتشر وتقنيه الفيديو شغاله، اللي هي مش موجوده. لا حضرتك الاخطاء التحكيميه ما زالت موجوده، الاخطاء التحكيميه الفجه ما زالت موجوده، الغاء اهداف للنادي الاهلي ما زال موجود، تدخل تقنيه الفيديو فيما لا يجب ان تتدخل فيه ما زال موجود، كل ده موجود. فما ينفعش تيجي تقول لي اصل انا خدت بطوله بتقنيه الفيديو، وكل الناس عارفه البطوله اتاخدت ازاي. يا جماعه يعني ده انت لو بتعلم طفل يسوق عجله صغيره هتديله الأول سندات وبعد كده تشيلها عشان يعرف يسوق. 10 دقايق تقنية الفار اللي هي بتتحكم في مصير موسم وفرق هي كان بس الحكام اتدربوا فيها. يعني أنا أتمنى يعني من السيد مراد اللي الراجل في استقالته فعلا كان كاتب أنا أغرب استقالة في التاريخ، أنا شفت استقالات في حاجات كتيرة جدا في شتى المجالات، أول استقالة في التاريخ لأي شخص يكتب فيها السي في بتاعه. ده انت ماشي يعني انت مش بتقدم، يعني انت مش بتقدم لوظيفه انك تبقى مسؤول الفار في الاتحاد المصري، ده انت ماشي فانت كاتب السي في بتاعك ليه؟ كنت شغال. والاهم مش السي في، الاهم حضرتك مش خدت مرتب كبير ولا صغير خالص، الامور لا تقيم كده. انت ممكن تاخد مرتب كبير جدا وتعمل انجازات عظيمه وتعمل اشياء مهمه وتطور منظومه التحكيم، فهقول لك برافو، كل جنيه خدته انت تستحقه. ممكن تبقى خدت 100 جنيه بس، 100 جنيه لا ابالغ، وما ضفتش حاجه للتحكيم، وقلت ان الفار فيه مشكله وان الفار بالشكل ده يعتبر غير اساسا مؤهل ان هو كان يقدر يتحكم في مباريات ولا منظومته تقدر تكون ناجحه. ولو خدت ال 100 جنيه دي هقول لك انت لا تستحقها لان انت ما ضفتليش بيها حاجه. فتعالوا لما نشوف الكلام ده هل مرتبط بموقف عام للفار ولا داخل تطبيق تقنية الفار كانت القصة عاملة ازاي؟ نسمع برضو السيد مراد اللي قصته معانا طويلة شوية. هل من الوارد انه حكم يرسم خط الفار غلط؟ حكم الفار يرسم خط الفار غلط؟ ما يرسمش خط الفار، قصدك يضع النقطة بطريقة خاطئة. ايوه يا فندم، ايوه هو ده اللي اقصده. ايوه هذا عامل بشري. هذا عامل بشري.
ايوه في تحديد النقاط، هذا عامل بشري يقول النقطه هنا شويه قدام شويه ورا ممكن يخطئ. ما هو القصه بتاعت عامل بشري ده، انا عايز اقول لكم حاجه، احنا للامانه مشكلتنا كلها في العامل البشري ده. انا نفسي نتخلص من العامل البشري، نفسي الفار ده يبقى عباره عن حاجه كده اليه تبقى من هنا بقى لا احنا نجتهد ولا نطلع نقول لكم ازاي انت كاعلام بتروج انك سعيد بتقنيه الفار اللي خدت معاها البطولات لانها حققت العداله، والراجل بيقول لك عامل بشري. ده قمه اللي احنا بنتكلم فيه، ان المعيار بتاعك وبتاعي العامل البشري اتحط ازاي. كره بيرسي تاو، هل انت مقتنع ان العامل البشري فيها اتصرف صح؟ ما هو لو حاجه اليه خلاص، انما الراجل حط النقط صح ولا لا؟ الراجل حط النقط صح ولا غلط؟ الراجل مش قادر كعامل بشري يعرف مفترض يعمل ايه، ولا هو مش عارف، ولا هو بيلوش، ولا هو بيخطئ زي ما كلنا شفنا، وبياخد مؤخرا انصافا للتحكيم المصري عقابه. هي دي القصه، مشكلتنا كلها العامل البشري، واساس فقرتنا العامل البشري. يبقى العامل البشري يا حبيبي في العالم كله لا يحقق العداله المطلقه، مفيش عامل بشري في الدنيا يقدر يوفر لك العداله المطلقه، لانه بيخطئ ويصيب. العامل البشري عامل نسبي. اعتقد اتمنى يكون ده مفهوم. هو انت بتوجه له سؤال عن هدف بيرسي تاو للاستاذ السيد مراد ولا سؤال عام؟ لا سؤال عام طبعا. بس استاذ السيد مراد هيقول لك ان هو عمل اللي عليه وزياده والراجل زي الفل، لان ده طبعا اللي احنا اعتدنا عليه من المسؤولين عن لجنه الحكام الفتره الاخيره، شفنا شويه تصريحات غير طبيعيه. اضفنا اليهم الكابتن السيد مراد محمود اللي الحقيقه يعني كان واضح جدا في ان لما جاي يشتغل ما لقاش حاجه يشتغلها، وكان معترض على انه اشتغلنا احنا، لا احنا اشتغلنا، وكان معترض على الراتب ان هو قليل وبيتصرف في المواصلات، بس ما فيش اي حاجه اتحققت على ارض الواقع. اذا احنا هنا مش بنشكك في تقنيه الفيديو بشكل مطلق، لا احنا بنشكك في استخدام تقنيه الفيديو، والشك ده بالزبط مش جاي من كلامنا احنا او كلام المرسل، لا ده جاي من كلام المسؤولين اللي بيقولوا إن الحكام ما تدربوش، وأكتر فترة تدريب كان معسكر أبو قير 9 أيام، وكان لو قسمت عدد الساعات أو عدد الوقت اللي اتدرب فيه كل حكم على تقنية الفيديو وممارسة تقنية الفيديو هتلاقيها 10 دقايق فقط لا غير. طب ليه صرفنا كل ده؟ ما كنا جبنا الصورة، فاكرين الصورة اللي كانت ترابيزة وتلفزيون شاشة 17 بوصة مع الكابتن محمد الحنفي، وكنا قعدنا والكابتن محمد الحنفي يقعد يراجع ونريح دماغنا من القصة دي. على الأقل ما كانش حد يعرف يعمل شاي في التراك بتاع الملعب ويشد الفيشه بتاع تقنيه الفيديو. يا جماعه الكلام على قد ما هو في كوميديا كتير، ولكن كوميديا نجيب الريحاني الحقيقه، كوميديا سوداء، كوميديا تشعرك ان في ازمه حقيقيه في التحكيم المصري، وان كنت مصر على ان بعض الاخطاء التحكيميه كانت واضحه جدا ما كانتش محتاجه لحكم متدرب بشكل كبير، لا كانت محتاجه لحكم عايز يصل للقرار الصح. المشكله كانت هنا، لان في حاجات كتيره جدا ما ينفعش نقول اصل الحكم ما اتدربش عليها. شفنا حاجات وركلات جزاء في منتهى الوضوح والحكم مش هنا، مش واخد باله. شفنا تيشيرت لاعب بيتقلع انا اسف جدا جوه ال 18 والحكم الساحه وحكم الفار ولا هو هنا. ده ما كان محتاج تدريب؟ لا، محتاج رغبه وقدره على اني اصل لقرار صحيح. الامر سهل وبسيط، اي حد لو قعد على تقنيه الفيديو متابع لكره القدم وشاف اللقطه دي هيستدعي حكم الساحه بس. ولكن خلينا نروح لان ما كانش فيه تدريب في النهايه. اذا النتيجه اللي خرجت نتيجه غير مقنعه، غير عادله. طيب الفار في اماكن ثانيه لا بيحقق عداله، بيحقق عداله كبيره كمان، نسبه كبيره من العداله، مش عداله برضو مطلقه، لكن عندنا الازمه. فعشان كده لازم وانتم بتتفرجوا على الفقره دي تبقوا عارفين ان كلامنا عن تقنيه الفار في مصر مع لجنة التحكيم المصري مع الحكام المصريين، اللي برضو الكابتن سيد مراد اتسأل سؤال في المداخلة دي لأنها كانت مداخلة مطولة. قالوا لما بيجي حكام أجانب على نفس الأجهزة دي، على نفس الأجهزة دي بياخدوا قرارات في أقل من 10 ثواني، ونفس القرارات دي بتيجي الحكام المصريين بياخدوا قرارات 4 دقايق. قال له أصل الحكم الأجنبي عنده من الخبرات إن هو يروح على طول للكاميرا اللي هتوضح له الصورة، لكن الحكم المصري بيكون عنده 6 كاميرات على الأقل، فهو لو شاف كل كاميرا نص دقيقة
لعبنا في 3 دقائق، فعلى ما يحدد الكاميرا وياخد القرار فبندخل في 4 دقائق. إذن الأزمة أزمة حكم، ده لو فعلا كان في لقطات محتاجة إن أنا أروح لست كاميرات. فنتمنى تدريب الحكام المصريين عشان ما نوصلش ونسمع من رئيس لجنة الحكام القادم تصريح زي اللي هنسمعه دلوقتي من الكابتن عصام عبد الفتاح. مشكلة الفار، احنا اتفقنا نتكلم بصراحة، لا بصراحة تمام. مشكلة الفار هي كانت مشكلة كبيرة، كانت مشكلة كبيرة، انتهت المشكلة في خلال 3 شهور دول مستحيل. نعم. أبقى أنا ما معيش عصا سحرية، ولكن في تقدم، في تقدم ممكن يزيد أكتر في الفترة الجاية، إن إحنا من خلال دورات، وإحنا من ساعة ما جينا 45 يوم من ساعة ما جينا عندنا دورات، أو أي رئيس لجنة يجي يكمل، يعني ده نصيحتي لأي حد يعني، إنه يكمل الدورات اللي إحنا عملناها، لأن إحنا فعلا سلقنا الفار. الفار بيتعمل من 6 الناس تقول لي ايه بس الناس دول خدوا رخص، لان الفيفا والايفاب بيصدق اي دوله. وكابتن احمد، انا لما ببعت لكابتن احمد مثلا هو الفيفا او الايفاب، ابعت له ان سمير اصبح مؤهل بيقبله على اساس انه بيثق فيه. صحيح. لكن الحقيقه التدريب على الفار كان لم يكن كافي على الاطلاق. احنا على فكره موافقك، بنحاول نطور في ده يا كابتن احمد. نطور. والامانه احنا اللي بنحاول نخليهم ياخدوا رخص، واللي هنخليهم يحكموا الفتره الجايه اللي عندهم ثقافه، لان حكم ما عندوش ثقافه مستحيل يقعد داخل غرفه الفار. هل الفار ما عندهمش ثقافه؟ انا ما اقصدش ثقافه اللي هي ثقافه ما عندهمش ثقافه تحكيميه، ما عندهمش ثقافه تحكيميه. انا بتكلم على تحليل الصوره كابتن احمد. ادي الفار اتسلق. انا عادي، انا ما عنديش مشكله في حرف الراء، لا هو اتسلق مش الدغ يعني. ده تصريح رئيس لجنه الحكام الكابتن عصام عبد الفتاح، اللي بيطالب ان التحكيم او الحكام اللي يجوا يتدربوا على تقنيه الفيديو الفتره الجايه لازم يكون عندهم ثقافه. اي ثقافه يا كابتن عصام؟ لا ما اقصدش الثقافه العامه، انا اقصد ثقافه تحكيميه اللي هي ثقافه ايه؟ ثقافه الاحتواء. مهم جدا، لازم يتدرب على ثقافه الاحتواء، ثقافه روح البروتوكول، ده مهم جدا. لو كان كابتن عصام كمل كان هيتدرب حكامنا اللي جايين عندهم ثقافات، بالثقافات دي احتواء، روح بروتوكول، الحكم زي الدكتور، درجه حرارته لما تعلى الطفل يديله مسكنات، وكلام كنا بنسمعه كلام غريب جدا. فتخيل عزيزي بقى المشاهد وحضرتك عمال تسمع من المسؤولين عن لجنه الحكام الكلام ده عن تقنيه الفيديو، وتجد البعض بيتحدث عن تحقيق البطولات مع تقنيه الفيديو، التقنيه العادله. اي عداله؟ انا مش قادر اعرف اي عداله، مش قادر اشوفها. ده احنا نتمنى بالفعل يكون في عداله، نتمنى بالفعل يجي الخبير التحكيمي في اي استوديو تحليلي بعد المباراه يقول الحكم النهارده ياخد 8/10 لان كان في انذار للاعب فقط لغير، ما قدرش يديله الانذار. لكن ده ما فيش خبير تحكيمي في اي استوديو تحليلي بعد المباراه الا ما بيكون في تعقيب، يا على ركله جزاء، يا على طرد، يا على هدف اتحسب غير صحيح او اتلغى هدف صحيح. يبقى اي عداله واي تقنيه فيديو؟ اعتقد تقنيه الفيديو لو احنا بالفعل عايزين انها تنجح في مصر، فتاكدوا ان هي هتخدم فقط لغير الحكم ضعيف المستوى، الحكم اللي عاوز فعلا يظهر ويصل يظهر الحق ويصل للقرار السليم. اما الحكم اللي عنده من الخبرات اللي تخليه يعرف يصل للقرار السليم بس مش عاوز يصل او انتمائه بيمنعه، لا تقنية فيديو ولا غير تقنية فيديو هيطوروا من مستوى التحكيم. طيب نرجع نؤكد عليكم ان احنا بنوصل رسالة واضحة، هل الفار حقق العدالة اللي تخلي اي حد يستقر ان وجود الفار بيساوي العدالة المطلقة؟ قلنا 10 دقائق هم اللي اتدرب عليهم الحكام، قلنا رئيس لجنة الحكام بيقول الفار اتسلق، كل دي حاجات تخليك وانت طبيعي لا يستقر في نفسك أو ذهنك إطلاقا إن الفار ده حقق العدالة. بس مش ده وبس، عندنا كلام لرئيس لجنة الحكام يديك مثال واضح وصريح كيف كان الفار يحقق العدالة. نسمع كابتن عصام عبد الفتاح ونرجع نعقب. إن في حكم قاعد في الفار نتيجة بقى لأن التدريبات غير كافية، الضغوط، الاختيار من البداية كان غير صحيح للأمانة، يعني مش كل الناس للأمانة، لكن عدد لا بأس به، إنه بيخاف من الإعلام، بيخاف من الضغوط، من لون الفلنات. ممكن يقول ممكن لعبة ما فيهاش ركلة جزاء يعمل ضغط على الحكم يجيبه،
يقول له انا 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 شاكك ان في ركله جزاء تعالى شوف. فالحكم لما يطلع هو الثاني ممكن يكون الضغوط اللي عليه وتوقيت الحاله وتوقيت الاستدعاء ونتيجه المباراه ده موجود وده بنحاول ان احنا نبعده. وصدقني يا كابتن في ناس كتيره ما حدش عارف الكلام ده اتوقفت من خلال ادائها في الفار. ناس الفار. كتير احنا بنلعب عدد محدود. ما جاوبتنيش اتفضل. هل بالفعل هناك احد الحكام بينزل لما يكون معاه حكام فار صغيرين يقول له ما تكلمنيش انا اللي هقول لك؟ ما اعتقدش ده او ما حصلش في الفتره اللي انا فيها لسبب لان احنا قلنا انا ممكن اتكلم مع الحكام في بعض الحالات بشكل منفرد اقول له في حد اداك تعليمات بكذا لان في واحد هيتعاقب فبيقول اذا كان حصل او ما حصلش. فده ما حصلش. تحب اقول لك الاسم الثلاثي واحنا الاربعه عارفينه بس انا حضر الحوار بمنتهى الحياديه بحكيه وبعد كده سمير الكابتن بس مش هقول اسماء لان انا ما كنتش مسؤول لكن انا كنت مسؤول كان الحكم والفار الواقع اللي حصل الواقع ان كان في حاله تحكيميه وانا استعجبت ركله جزاء 100% لاعب ايده خارج جسمه بشكل غير عادي والحكم قال للفار الفار قال له اتفضل تعالى في يعني انا عندي احتماليه ركله جزاء اتفضل تعالى شوفها قال له لا انا شايفها وما فيش ده كلام مش مقبول الفار هيكبره ازاي ما الفار عمل هنا الفار عمل اللي عليه. ماذا يعني كلام السيد رئيس لجنه الحكام عصام عبد الفتاح في هذا الفيديو؟ يعني انه لم يكن هناك تقنيه فار. ايوه اللي بقوله لك ده يطعن فكره تقنيه الفار في صلب مصداقيتها وفي فكرتها العامه وفي هدفها الاساسي. لما يتقال والواقعه هو رجع اكدها بغض النظر بقى كانت امتى ولكن في النهايه هو اكد ان الواقعه دي حصلت. لما حكم يستدعيه حكم الفار ويقول له تعالى عشان في شوف لقطه انا بقول ان فيها ركله جزاء ورئيس لجنه الحكام بيؤكد ان هي ركله جزاء صحيحه ويرفض ان هو يطلع لتقنيه الفار يشوف اللعبه وياخد قراره من الملعب، يبقى فين تقنيه الفار؟ يبقى ده اللي احنا قلناه لكم في الاول، ربط ما ليس عله بعله، ربط ان في فار بس الفار مش شغال، الفار 10 دقائق اتدربوا عليه بس، الفار اتسلق، الفار امين عمر ما احتسبش للنادي الاهلي، الفار خالف البروتوكول. واللعبة هنا مش مجرد فار تدخل، ده الفار أصلا لم يكن يحق ليه التدخل، يعني الفار اللي في بعض المباريات لما كان بيستدعي حكم الساحة عشان يطلع يشوف اللعبة ياخد فيها قرار صحيح كان بيرفض، في مباراة الأهلي والبنك الأهلي تدخل في لعبة لم يكن يتدخل فيها. يعني أنتوا متخيلين المفارقة؟ متخيلين إزاي الموضوع على النقيض؟ من لعبات حكم الساحه بيرفض يشوف فيها الفار ويصمم على قراره والفار له حق اصيل انه يستدعيه للعبات في مباريات النادي الاهلي لا يحق للفار التدخل فيها وبيتدخل وبيلغي هدف وبعد كده بنقول روح البروتوكول. كانت فين روح البروتوكول والفار من صميم تدخله ان هو يستدعي حكم بيرفض يطلع ونرجع نقول عندنا فار؟ لا يا جماعه احنا ما عندناش فار. احنا عندنا حاجة شبه الفار اللي موجود في العالم كله بس في حقيقة الأمر هي لا تحقق العدالة. ولما بيجي رئيس لجنة الحكام يقول أصل يبدو أن بعض من الحكام وعدد ليس بالقليل بيخاف من ألوان التيشيرت. أنا ما أعتقدش أبدا على مدار موسم كان لنا فيه تسلل بيرسي تاو ولا لعبة المقاولين لا تستحق طرد ولا ضرب جزاء حسام حسن ولا روح البروتوكول ولا الاحتواء ولا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده أعتقد لون تيشيرت الأهلي ما كانش بيخوف حد. أنا ما شفتش أبدا حد كان بيخاف من لون تيشيرت الأهلي بالحقائق وما شفتش فار. أنا ما شفتش فار الموسم ده خالص. أنا عايز أحيي بس الكابتن أحمد شوبير لأن لو الكابتن أحمد شوبير ما كانش أقول له أحتحب أذكر لك اسم الحكم الرباعي إحنا الأربعة كلنا عارفينه كان ممكن هيطلع من القصة دي إن الكابتن عصام عبد الفتاح أنكر إن ممكن يكون في حكم بيتم استدعائه من تقنية الفيديو بيرفض. وده معظم تصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق كان دائما وابدا بيروح لسكه مغايره تماما فيما يتعلق باخطاء التحكيم وتحديدا لو اخطاء التحكيم دي ضد النادي الاهلي. طيب تقنيه الفيديو فيها مشكله طب اخطاء الموسم ده وده بقى الفخ اللي ممكن الناس تقع فيه او البعض هيروح لسكه نحط الفخ ده الا هو ايه؟ طب ما لو حصل اخطاء باقي الثلاث جولات اللي باقيين دول مع كلاتنبرج كلاتنبرج هو اللي هيشيل الليله؟ لا. طب هل ده معناه ان كلاتنبرج ناجح بنسبة كبيرة جدا في الموسم القادم؟ لا، معناه ان احنا نتريس او نهدى وننتظر.
القصة كلها بهدوء شديد، هي مش خبير أجنبي وخبير مصري، مش رئيس لجنة حكام أجنبي ورئيس لجنة حكام مصري. رئيس لجنة الحكام الأجنبي جاء بعد مرار واضح في التحكيم المصري من خبراء أو بعض من أداروا لجنة الحكام في الفترة المخرة. في ناس بيشهد لها بالكفاءة وأعتقد موجودين وقدروا ينجحوا مع لجنة التحكيم، وفي ناس وصلتنا المرحلة لا لازم يا جماعة خبير تحكيم أجنبي. طب ده معناه أن أنت بتحط احتمالات نجاح؟ لا، أنت بتحط احتمالات أن التحكيم يكون بعيد عن لون التيشيرت، لكن في النهاية هيقود حكام مصريين محتاجين يغيروا فلسفتهم، محتاجين يغيروا ثقافتهم اللي اعتدوها أننا نصل للمباراة بر الأمان اللي هي الاحتواء، أو محتاجين يغيروا روح البروتوكول. ده رقم واحد. رقم اتنين، وارد جدا كلاتنبرج ما يكونش هو الشخص الأنجح أو المناسب أنه يجي يطور المنظومة التحكيمية، فنطلع يتقال إيه؟ ها يا عم هنعمل لكم إيه بقى؟ خبير تحكيم مصري ما ينفعش، خبير تحكيم أجنبي ما ينفعش، زي الحكام الأجانب اللي بيجوا في بعض المباريات فبتلاقي أخطائهم التحكيمية واطحة. في مباراة الأهلي وبيراميدز طرد أحمد توفيق واضح، ما يختلفش عليه لحكم مصري ولا أجنبي، لكن أنت جايب جودة حكم يوضح لك إن القصة كلها أخطاء تحكيمية. فأنا أخشى إن يكون كلاتنبرج ليس على مستوى تطوير التحكيم المصري، فنقول خلاص قفلنا يا جماعة باب الخبراء الأجانب ونرجع تاني للتحكيم المصري ولخبراء التحكيم ولروح البروتوكول وتقنية الفيديو اللي ما بنتدربش عليها وسلقنا الفار والكلام ده كله. لو فشل كلاتنبرج فهو فشل للاختيار، لكن الخبير التحكيم الأجنبي بالتأكيد التحكيم المصري فأشد الاحتياج إليه. العدالة احنا عارفين طريقها، يعني ايه؟ يعني هو الفكره اللي كلمناكم فيها على مدار الفقره، ان احنا معيارنا مش اشخاص ولا معيارنا وجود الفار من عدمه، معيارنا واحد وثابت، هل تحققت العداله ولا لا. اللي حاولنا نثبته لكم واللي بنوثقه هنا ان احنا في الموسم اللي قلنا ان الاهلي ادير فيه خرج مسؤول الفار قال ان الحكام لم يتدربوا على الفار، خرج رئيس لجنه الحكام قال إن كان في حكام لا تأخذ بقرار الفار، خرج رئيس لجنة الحكام قال إن الفار اتسلق. هي دي قصتنا، هي دي رسالتنا، تحققت العدالة مع أجنبي مع مصري مع أي شخص هنقول برافو. لم تتحقق العدالة بالنسبة لي على الأقل مع أي شخص أجنبي أو مصري حتى لو جابوا كولينا رئيسا للجنة التحكيم، ولم تتحقق العدالة وخرج كولينا قال سلقنا الفار والفار في مصر الحكام بتوع الساحة ما بيسمعوش كلام حكام الفار لما يقولوا لهم تعالوا اسمعوا اللعبة، هنيجي نقول لكم إن أيضا لم تتحقق العدالة، لأن إحنا لسنا أصحاب مغالطات منطقية، نحن أصحاب مبدأ. نشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة أخرى ومكملين عن تقنية الفيديو في مصر اللي محققتش العدالة الكاملة ولا حتى حققت نصف العدالة من وجهة نظر المسؤولين عن لجنة الحكام، سواء الكابتن عصام عبد الفتاح أو السيد مراد محمود اللي هو كان اتكلم في بداية القصة ومسؤول عن لجنة تقنية الفيديو في لجنة الحكام. تعالوا بقى نروح كمان لآراء أخرى، آراء خبراء التحكيم، وخبراء التحكيم بلا استثناء يعني اللي موجودين في قناة الأهلي، اللي موجودين في قنوات أون، اللي موجودين في قناة الزمالك، آراء خبراء التحكيم بشكل عام. وهنا مش رايحين لحالات، احنا رايحين لآراء خبراء التحكيم عن تقنية الفيديو في مصر. هل فعلا تقنية الفيديو في مصر حققت جزء من العدالة اللي المفترض تحقق تقنية فيديو بتطبق في أي دوري في العالم؟ تعالوا نسمع رأي الكابتن سمير عثمان ونرجع نعقب. يعني الخبر ده أنت يمكن هتعجب، أنت هتعلق وتقول جدد مسؤول اللجنه الثلاثيه باتحاد كره القدم طلبهم لاتحاد الاذاعه والتلفزيون، بطلبهم بقى ان يزودوا عدد الكاميرات في المباريات المقبله. تعليق انا في الخبر ده، بصراحه يا كابتن احمد طلب متاخر جدا، متاخر جدا لابعد درجات. انت خلاص انت فاضل لك ساعتين والدوري يخلص، احنا في البرنامج ده داخلين على ست اشهر بنتكلم في الموضوع ده، شيء طبيعي، شيء طبيعي يعني بلاش احنا الناس كلها بتتكلم عليه، كان لازم الطلب ده يا كابتن. هو متاخر ست اشهر بس، متاخر في فرق يا كابتن مراكزها اتغيرت بسبب الخبر ده، في فرق ممكن تنزل بسبب الخبر ده، في فرق ممكن البطوله تروح لهم بسبب الخبر ده، في فرق قعدت بسبب الخبر بالظبط. ده خبر بصراحه هو ما اسعدنيش، ده خبر يحزن انه تم تقديمه دلوقتي.
الكابتن سمير عثمان وبيقول الخبر ده اتاخر 6 شهور فكرني بإفيه احمد حلمي الشهير. يعني بصراحه ان انت عايز تزود كاميرات جاي خبر ما اخره 6 شهور. بالمناسبه الحلقه دي لكابتن سمير عثمان كانت بتاريخ 22 اغسطس 2021، يعني في نهايه الموسم الماضي، بس قال كلام مهم جدا. قال بغض النظر ان انت اتاخرت 6 شهور، قال ان تقنيه الفيديو واتفق معاه الكابتن احمد الشناوي ساهمت في ان بطولات تروح لناس او لفرق، وساهمت ايضا في هبوط فرق، وساهمت في بقاء فرق. وجاي تحدثني عن اي عداله؟ عن اي عداله تتحدث؟ الراجل بيقولها بوضوح، تقنيه الفيديو في نهايه الموسم الماضي ساهمت في توجيه البطوله، وساهمت في فرق تهبط، وساهمت في فرق كانت تستحق الهبوط وبقيت في الدوري، فبالتالي القرار كان متاخر 6 شهور. احنا بنشكر والله التصريح ده من الكابتن سمير عثمان. ما هو مش كابتن سمير عثمان لوحده، ودي الفكره. لو كابتن سمير عثمان لوحده يمكن كان بقى استثناء، ده احنا جبنا لكم رئيس اللجنه يا جماعه والراجل مسؤول الفار بشخصهم، وهم بيقولوا ان الفار لم يحقق العداله وكان عنده مشاكل كتير جدا. طب غير كابتن سمير عثمان بقى مين؟ كل الناس. يعني ايه؟ ايوه كل الناس. تخيل كل الناس قالت تصريحات لا تعني سوى ان الفار لم يحقق العداله. نسمع كابتن احمد الشناوي وهو بيتحدث عن تقنيه الفار ونرجع نعقب. الجزئيه الثانيه وهي جزئيه تحكيم الفار، طول الحكام ما عندهمش، لان التحكيم الفار انا يمكن قلت لك حاجه قبل ما نخش على الهواء سالتك فيها، دي مش هتكلم فيها دلوقتي. انما تحكيم الفار اللي مر السنه اللي فاتت يا كابتن شوبير، الحكام ما خدش وقت التدريب. هو قال الكلام ده، هو اعترف بده. الاجانب، انا مش عايز اقول كلمه صعبه، لا قول، الحكام كانت بتتدرب في الماتشات. هو ده المجال الوحيد ليه. على فكره هو ما اخفاش ده كابتن احمد. دي ما تلومنيش انا، لا مش بقوله يعني انا دي ثلاث ما كملتش 3 شهور. الى جانب الكابتن وجيه زي ما انت قلت الحاجات دي، لكن احنا عايزين من القعده دي يا كابتن عصام، اللي يهمني النهارده لازم تطرح رولز، او يعني زي ما تقول روجيتا جديده للتحكيم بقى. خلاص ادي كابتن احمد الشناوي، يعني بعد الناس اتدربت على الفار في 10 دقائق السيد مراد، وبعد عصام عبد الفتاح سلقنا الفار، وبعد كابتن سمير عثمان وهو بيقول الفار السنه اللي فاتت طريقه ادائه غيرت ترتيب فرق وتسببت في هبوط فرق، جبنا لكم احمد الشناوي وهو بيقول الحكام كانت بتتدرب على الفار جوه الماتشات. طب انا عندي سؤال واحد، انت مقتنع ان الفار ده حقق العداله؟ لا، يبقى مشكله كبيره لو عندك قناعه ان الفار ده حقق العداله. والاهم كابتن عصام عبد الفتاح وهو بيسمع الكلام ده كان لسه جاي جديد، قال له لا ما تلومنيش انا لسه جاي بقالي شهرين، فما تكلمنيش في ان الفار كان فيه مشاكل. اللي يشوف كده يعني يا كابتن عصام يقول بعد التصريح ده لما الفار كان موجود في عهدك شفنا اللي ما شفناهوش. ده احنا يا كابتن شفنا أسوأ تطبيق لتقنية الفار في وجودك، يعني سواء قبل وجودك أو بعد وجودك، في الحالتين كان الفار بيطبق أشياء كارثية. ده بل بالعكس، يمكن لو الفار كان فيه أشياء نتيجة سوء تدريب أو أمور تخص بتقنيات الفار، ده في وجودك شفناك أنت اللي طالع تدافع عن أخطاء في تطبيق قانون الفار وتقول روح البروتوكول. يعني اعتقد يا كابتن عصام لو اللي قبل كده كان خطأ، فاللي انت عملته هيظل تاريخيا خطيئة. ده طبعا الكابتن احمد الشناوي، ومستمرين في عرض خبراء التحكيم، ونطلع نشوف الكابتن سمير عثمان اللي اتكلم في اغسطس 2021 قال ايه عن تقنية الفيديو بس في 2022. واجزم لك بنسبة 80 او 85% من الاستادات الموجودة الكاميرات بتتحط صح. حقيقة. لكن الكاميرا ما بتتحط صح بيجي دور الكاميرامان اللي هو مطلوب منه ايه؟ ما انا ممكن يا كابتن بحط الكاميرا بس بعمل فيها شطات لونج وحاجات شورت وحاجات زوم. اللي بيصوروا عندنا محترمنا ليهم بيصوروا حاجات تانية. يعني لما يجي في كوره التسلل ان مصر كلها بتتكلم عليها، اما يجي عامل عليها زوم، طب يا جماعه زوم انا هعرف اللعبه طلعت امتى؟ مش هعرف. ده انت الراجل اللي واخد الكاميرا العرضيه بتاعت التسلل، المفروض انت اللي تنصفني وتقول لي من الاخر. يعني بيقولوا ما احنا حاطين الكاميرا صح، انت حاطط الكاميرا صح بس ما قلتش للكاميرا مان يعمل ايه؟ غلطه حكام على فكره، غلطه الحكام ودي برضه مش محتاجه برضه كابتن سمير، دي معروفه يعني حاله الاوفسايد دي
يعني المفروض الكاميرا مان ده محترف يعني. اقدر ان شاء الله. انا بطلب احنا دلوقتي بقى عندنا في خبير تحكيم اجنبي ربنا يوفقه، عندنا في مدرب اولمبي اجنبي ربنا يوفقه، عندنا في مدرب لمنتخب مصر كبير ربنا يوفقه. انا بطلب حاجه والله مش عيب، والله مع احترامي بحترم الناس كلها. ايه المشكله؟ انت عارف عادل، هسالك سؤال. اتفضل. مين افضل مصورين في العالم بيصوروا مباريات؟ دولتين. اسبانيا وانجلترا. الله، لا اسبانيا والبرتغال. اسبانيا والبرتغال. تمام. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل بقول من البرنامج بتاعك دلوقتي، ايه اللي يحصل لما نجيب خبير تصوير مباراه يبقى عندنا شهر بجمله الخبره يعني؟ شهر واحد. شهر واحد على الاقل، حتى لو هو هيعمل مثلا كورسات تدريب لكل الناس اللي الناس تستفاد. خدوا بالكم يا جماعه، الكلام ده كلام محترم جدا جدا جدا. الكابتن سمير عثمان كان احد المرشحين لتولي رئاسه لجنه الحكام، ودايما بيكون اسم مطروح دائما وابدا لما نتكلم عن رئاسه لجنه الحكام. ومع ذلك شوفوا الراجل بيتكلم لمصلحه الكره المصريه ازاي، بيتكلم عن مدير فني لمنتخب مصر اجنبي، مدير فني للمنتخب الاولمبي اجنبي، بيتكلم عن خبير تحكيم اجنبي. ولكن عشان تكتمل الصوره اللي تساعد خبير التحكيم الاجنبي ان هو يحقق نجاحاته، ان ليه ما نجيبش خبير اجنبي يعلم المصورين الكادرات او الزوايا اللي بيؤخذ منها تقنيه الفيديو وبتساعد على ان الحكم يصل لقرار سليم. الكلام ده كلام حد عايز مصلحه فعلا كره القدم المصريه. ودي نقطه أنا حاب أوجهها لخبراء التحكيم. أنا عارف إن كتير جدا بيأمل إن هو يكون رئيس للجنة الحكام، لكن أرجوك ساعد تجربة لجنة رئيس لجنة الحكام الأجنبي من أجل كرة القدم المصرية. مش عايزين يكون في تصايد أخطاء، مش عايزين يكون في توجه. يا ريت الناس تساعد خبير التحكيم الأجنبي وتتخلى عن نزعة فكرة إن مين الخبير التحكيم الأجنبي اللي يجي يقود التحكيم المصري وإحنا موجودين. يا ريت التحكيم المصري يساعدوا أنفسهم عشان يظهروا بصورة جيدة، ويساعدوا التحكيم الأجنبي وما يبقاش في تعمد لإفشال هذا الرجل، هذا الرجل كلاتنبرج أو أيا كان المسمى اللي ممكن يجي بعده، لأن بالفعل التحكيم المصري محتاج لخبير أجنبي يطور من حالة الحكام المصرية. تشرب شاي؟ أشرب شاي. تشرب شاي؟ يعني هل ممكن عشان تشرب شاي نقوم نفصل الكاميرا دي؟ لا طبعا. ده اللي بيعمله الحكام عندنا في الفار العادل. نشوف الفيديو، وهو ليس على سبيل الكوميديا، هو على سبيل المأساة. الشاشة قطعت. شاشة الفار. الشاشة قطعت. شاشة الفار ضلمت. راح كلم حكم المباراة قال له خلي بالك أنا مش شايف. قال له يعني إيه؟ قال له الشاشة قطعت. مفيش أربع دقايق ثلاث دقايق كلموا المخرج معلش راح الشاشة رجعت تاني. اللي انا هقوله لك ده بس ما تضحكش عشان احنا على الهوا. ماشي. بعض الفنيين بيعملوا كاتل على الشاي، شدوا الفيشه قطعت الكهرباء اللي فوق. ده دوري ممتاز، انا بلعب في دوري ممتاز ابراهيم السنه اللي فاتت، وبيقولوا ان كتبوا تقرير. انا مش هعيد اللي انا قلته، ده متسجل عندكم بقى، انتم نزلوه براحتكم. هل ده ينفع؟ هل تاني ده ينفع؟ معلش تاني معلش بس يا كابتن سمير، اصل هناك من الهم ما يضحك. أنا تاني كده عرفتها بالنص ساعه ساعه الا ربع. احد الايه بقى؟ احد الايه؟ معلش احد الايه؟ احد الفنيين اللي موجودين كان بيعمل كاتل، شد الفيشه بتاعه كان البرد. بيعمل شاي فحط البراد بتاع الشاي اللي هو ابو كهربا ده، شال الفيشه وحط الفيشه بتاعه الشاي بتاعه براد الشاي الكهرباء. ابراهيم انا صادق معاك، ده اللي اتقال. لا ثانيه واحده، شال الفيشه بتاعه الفار وحط الفيشه بتاعه البراد عشان يمزمز ويعمل كوبايه شاي، حاجه تكنيكال انا ما اعرفهاش، ففصل الموضوع. وبعد كده رجع. يا حلاوه، يقولوا انه كتبوا تقرير في كده. يا حلاوة يا ده لو ما كانش فيه كم ناس اتفصلت فيه يبقى احنا بنهزر. اما دي مسابقه بس خلي بالك الكلام ده السنه اللي فاتت. ده كان ماتش ايه؟ ما اعرفش الماتش والله، يعني انا ما اتحكت لي القصه يعني. انت عارف الماتش بس مش عايز تقول. لا مش هقوله لك دلوقتي طبعا. مش هتقوله لي دلوقتي لان انا فاكر طرف من اطرافه يعني. يا حلاوه يا اولاد. فانا سالت الحكم اللي في البار، طب انتوا كتبتوا تقرير؟ قال لي اكتب. شكرا، يبقى كده الحكم عمل اللي عليا يا كابتن ابراهيم. طيب الواقع حصلت. الواقع حصل، يبقى في تقرير موجود، دوروا على التقرير. انا مش مصدق. المهم انا مش مصدق. احنا عاوزين نبتدي ولا انا مصدق. والله العظيم انا مش مصدق الحكم بصراحه. لا حضرتك بتقول الحكم قال لك انا كتبت الواقع، كتبت الكتاب ده. حكم الفار احنا كتبنا. شدوا الفيشه عشان يعملوا كوبايه شاي والماتش شغال. فالراجل بتاع الفار ما شافش، فالدنيا مشيت حلويات. نفسي حد من اللي سمعني يعكس كلامي. ياما. يرجعوا على التقرير على طول ان شاء الله. الحكام عندنا بتشرب شاي وبتفصل الفار عشان يشغلوا الكاتل ويشربوا شاي. للحقيقة طول عمر أسمع عن كلمة أهم من الشغل تظبيط الشغل، لحد ما شفت ترجمة لموقف
بيعرفنا يعني ايه اهم من الشغل تظبيط الشغل. الاهم من ان انت تطلع صوره الفار ان انت تظبط الدماغ، تشرب شاي، هجمه هنا هجمه من هنا، يا سيدي ما تعدش، ما جاتش من لقطه. انا للامانه فخور اني تحكيميا ما كنتش خدت دوري الحكام كانت بتفصل شاشه الفار فيه عشان ان هي كانت بتشرب شاي، ولو كنت خدت الدوري ده لاسباب فنيه عمري ما كنت هطلع اقول ان انا شايف ان الفار اللي كانت الحكام بتفصله عشان تشرب شاي هو فار عادل. لو انت شايف ان الفار ده كان عادل يبقى برضو مشكلتك انت مش مشكلتك. هو في مشكلة اصلا كبيرة جدا في القصة دي. لا مش في الشاي، هو ازاي ما يتمش توفير مشترك؟ يعني ليه ما رحناش للسكة دي؟ يعني انت طالما انت متمزج كده ومتكيف وعايز تشرب شاي وتشغل الكاتل، ما تجيب مشترك يا اخي. يعني انا عجبني في الموضوع ان الكابتن سمير عثمان بيتكلم بمنتهى الجديه. طبعا الزميل ابراهيم فايق مش قادر يمسك نفسه والكابتن سمير عثمان بيقول له هقول لك حاجه بس ما تضحكش، فلسه بيبدا فخلاص هو فصل هو ضحك. فانا عجبني الجديه اللي اتكلم بيها الكابتن سمير عثمان، يعني انا ما فهمتش ازاي هو بيتكلم بشكل جدي في امر هزلي بالشكل ده. لكن بما اننا بنتكلم في امور هزليه، عندنا كمان فيديو للكابتن الخبير التحكيمي الكابتن احمد الشناوي، ربما نطلع بحاجه مختلفه عن المشترك اللي المفترض يشغل الكتل. نتكلم دلوقتي على ابجديات يا كابتن شناوي. يعني امبارح سيبك من الموضوع الهدف الاهلي اللي هنتكلم فيه والفار ومش الفار، يعني مثلا الكوره بتاعه الطرد دي، ده الكابتن اسمه الغندور، احمد الغندور، الغندور ده الغندور حتى ما حسبش فاول يا كابتن، ده كان يعني اللعيب وقع من طوله واغمى عليه وبيشرب دم والجهاز الطبي نزل وابتدى يعالجه والغندور كان لسه ماشي اللعب. بص يا استامر، انا عايز اقول ان يعني زي ما تيجي تقول الاوف داي امبارح بالنسبه للتحكيم كان يعني اوف داي، وده وارد. لكن المساله طبعا كلها جايه يعني زي ما تقول بتخبط في حته واحده، انت فاهم ازاي، في اتجاه واحد. فطبعا ردود الافعال اللي انت شايفها والقرارات طبعا اللي صدرت من النادي الاهلي، الخط الافقي اللي على الارض ده بيجي له خط عمودي راسي من فوق، صح؟ المفترض ان الخط الازرق العمودي يتقابل مع الخط الازرق، صح؟ خلاص، والاحمر مع الاحمر، مظبوط. الى جانب النهارده لما تشوف انت الخط اللي معمول دلوقتي، المفترض ان هو يكون مع اخر نقطه في جسم لاعب اللي هو فاركو تسلم ومهاجم الاهلي اللي هو بيرسيتاو، صح؟ النهارده تشوف الخط الجزء كتف لاعب فاركو متقدم عن ركبته. هو انا معقوله ابقى حكم دولي ومش عارف الخط بيتحط فين؟ لا، هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، من الجائز عشان برضو مش عايزين نظلم برضو حكام، مش بدافع عن الحكام، خلي بالك في بعض الاحيان البرنامج بتاع تقنيه التسلل الخطوط ده ممكن يهنج، ما هو ده كمبيوتر حضرتك سيستمات، ما هو مش بيعمله بنفسه، هو بيوقف الصوره وبيحط وبيدخله على برنامج هنا ده. فممكن طب يعني تسمع اقول لك انا يا كابتن شناوي انه معلش لا، الكمبيوتر كان سليم، الحكم هو اللي كان مهنج. هنج عادل امام، عارفين هنج الكمبيوتر هنج. الكابتن احمد الشناوي بغض النظر عن فكره الضحك في ان الكمبيوتر هنج، وعجبني جدا الاستاذ تامر امين يعني صدق القصه وان وارد يكون الكمبيوتر فعلا هنج، قال جمله كفيله ان احنا نقف عندها كده، نقف عندها وننهي الفقره دي. قال جمله كفيله انها توضح قد ايه تقنيه الفيديو في مصر ما كانش اخطاء او قله ساعات تدريب. قال جمله كفيله انها توضح ان الحكم الضعيف اكيد تقنيه الفيديو هتساعده، والحكم اللي مش عاوز ياخد القرار مهما جبت له من تقنيه فيديو مش هتساعده. قال اوف داي، ده طبعا كان في مباراه الاهلي والطرد اللي كان بعد ضرب محمد محمود في وجهه، والقصه دي يعني اللي هو كان الكابتن احمد غندور حكم ساحه وقتها. يعني الكابتن عشان قال لك اوف داي بتحصل، بس المشكله بقى ايه؟ المشكله ان الخط كله في حته واحده، ان الاخطاء كلها في اتجاه واحد. دي جمله كده انا بالنسبه لي الماستر سين بتاع تقنيه الفيديو هذا الموسم في مصر، من خبير تحكيمي الاراء الخبراء التحكيم على مدار الدوري بيؤكدوا الجمله دي. يعني هو مش بيقولها كده جمله مرسله، بيقول دي المشكله، احنا مشكلتنا ان الخط كله في حته واحده، ان الاخطاء كلها في اتجاه واحد،
ان الظلم التحكيمي وقع على نادي واحد. لما بنتكلم عن التنافس على القمه هتلاقي النادي الاهلي وارد جدا يكون فيه فرق في منتصف جدول الدوري او فرق بتصارع من اجل البقاء في الدوري وايضا عندها اخطاء تحكيميه، لكن لما بتتكلم على مستوى التنافس الضرب كله في حته واحده في اتجاه واحد وتقول لي يا كابتن احمد الكمبيوتر هنج. لا يا كابتن احمد، القرارات هي اللي بتهنج. طيب القرارات بتهنج والفار اتسلق والحكام مش مدربين، تعالوا نقفل معاكم بشهاده، شهاده لحكم اعتقد يعني شهادته هنا مهمة جدا لأنه مش موجود في قناة النادي الأهلي ولا إعلام محايد، فنطلع ونسمعه ويكون لنا تعقيب. سؤال مباشر، اللقطة كل مصر شافتها، هذا الهدف صحيح أم لا؟ هذا الهدف الذي تم إلغاؤه للنادي الأهلي صحيح أم لا؟ يعني أعتقد أن كل آراء احنا سمعناها والإجماع على رأي واحد بس أن حكم الفار ما كانش يجب عليه أن هو يتدخل في الحالة دي لأن دي مش من واجباته. وان بروتوكول الفار نص على الحالات اللي يدخل فيها حكم الفار وعلى الحالات اللي هو يمتنع فيها عن التدخل. طيب للاسف هو طبعا ما كانش موفق وتدخل فيها حكم الفار وخلاص يعني ولغى الجون، وطبعا الالغاء غير صحيح. يعني هل هناك ما يسمى، دايما احنا بنسمع روح القانون، هل هناك ما يسمى في كره القدم بالبروتوكول وروح البروتوكول؟ هل كده، هل في حاجه اسمها كده ولا لا؟ في كتاب قانون بيتكون من 17 مادة وبعدين في حاجة اسمها مصطلحات وتعريفات وفهرس وكل الكلام ده. من ضمن كتاب القانون في جزئية موجود فيها حاجة اسمها روح القانون ودي مكتوبة وخلاص وأصبحت من ضمن الكتاب. البروتوكول لما اتضاف ودخل تقنية الفيديو خلاص موجودة واتحطت برضو في الكتاب. فأي مصطلح أو أي كلمة بتطلع لازم تكون مكتوبة في الكتاب. يعني الحمد لله أعتقد أن أنا متابع، أعتقد أن أنا محاضر، ما سمعناش قبل كده عن حاجة اسمها روح البروتوكول. سمعنا عن روح القانون إنما روح البروتوكول تحديدا لا، مفيش. وإلا كان هيبقى في روح المادة الأولى وروح المادة الثانية وروح المادة السبعتاشر. ليه لعبة البنك الأهلي اللي اتقال فيها روح البروتوكول أنا بعتبرها أكبر حاجة ممكن نفضل نرجع ليها تاريخيا الموسم ده؟ لأن لو في حد قال إن الفار اتسلق، حد قال إن الحكام اتدربت عليه 10 دقايق، حد قال إن الفار هنج، وحد قال إن كاتل الشاي كان بيتحط على حساب شاشة الفار، فكل دي العنصر البشري اللي ممكن يقولوا إن هو أخطأ. إنما المرة دي وفكرة خطأ في تطبيق القانون وتدخل الفار في لعبة أصلاً مش من حقه يتدخل فيها، هي دي أهم لعبة في الموسم. ولو افترضنا إن الحكم أخطأ جوه المباراة واستدعى حكم الساحة وتدخل في لعبة ما لم يكن ليه التدخل فيها، فهيفضل عندك حاجة إن يطلع رئيس لجنة الحكام ويعتذر والحكامي أخطأوا في تطبيق إجراءات الفار، وهذا لم يحدث. خرج رئيس لجنة الحكام ليدافع عن الفار اللي بيتقال انه حقق العدالة، ولكن بالنسبة لي في حاجة اهم وهي النادي الاهلي اللي عمره ما كان قصته فار، لان النادي الاهلي الفار شهد تتويجاته. ايوة زي ما بقولك لو استعرضنا بطولات النادي الاهلي مع الفار هنلاقيه ككلمة تاريخية اول بطولة دوري شهدت ادخال تقنية الفار حققها النادي الأهلي مع فايلر. أول بطولة كاس أمام طلاع الجيش شهدت إدخال تقنية الفار حققها النادي الأهلي. أول بطولة لقب دوري أبطال أفريقيا حققها الفار، حققها النادي الأهلي بالفار على حساب أول فريق مصري حققها كان على حساب منافسه التقليدي من مصر. النادي الأهلي لعب 3 نهائيات أفريقيا في وجود الفار، حقق 2 وحقق 2 سوبر في فترة زمنية قياسية أقل من سنة في وجود الفار الأجنبي. حقق برونزيتين كاس عالم وهو النادي المصري الوحيد اللي حقق الإنجازات دي في وجود الفار، برضو كان النادي الأهلي. فاز على الهلال السعودي وأول فوز لأي نادي إفريقي على بطل آسيا برباعية في وجود الفار. فاز على مونتيري لأول مرة في تاريخه بوجود الفار. فاز على بالميراس لأول مرة في تاريخه بوجود الفار. هو ده النادي الأهلي في وجود الفار.
بس وجود فار بتشهده حكام نخبة، حكام مصنفين إفريقيا ومحليا وعالميا، كان النادي الأهلي حاضرا بتاريخه وبطولاته في وجود الفار. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني وآخر فقراتنا في الأهلي خط أحمر الليلة والسبت، نتمنى يكون فوق الممتاز. اتكلمنا عن مسؤولين، عن تقنية الفيديو، اتكلمنا عن أخطاء متراكمة، عدم تدريب، وسلقنا الفار والتصريحات كتير جدا جدا. فوارج يطلع بعض الناس تقول لك ايه المشكلة، هو مش الفار ده اللي ما تدربوش عليا وعليك، وان الفار اللي اتسلق ده عليا وعليك. وارد جدا ما يكونوش سمعوا تصريح الكابتن احمد الشناوي او غير مقتنعين بيه في فكرة ان الخبط كله في اتجاه واحد او ان الاخطاء كلها في اتجاه واحد. وارد يطلع ناس زي ما بيطلع ناس ويبدأوا يلعبوا بالاحصائيات يقول لك يا عم مظلوم ايه، انت مش اكتر فريق حصلت على ركلات جزاء، انت مش اكتر فريق مش عارف ايه، انت مش اكتر فريق مش عارف ايه. وطبعا ده اكذوبه. ليه اكذوبه؟ لان وارد جدا اكون انا اكتر فريق حصلت على ركلات جزاء، بس كنت استحق 6-7 ركلات جزاء في مباريات حاسمه كانت تمنحني نقاط المباراه وما اتحسبتش. وارد جدا فريق اخر اتحسب عليه عدد كبير من ركلات الجزاء، ولكن في مباريات اخرى كان في ركلات جزاء باراء خبرات التحكيم المفترض تحتسب عليه وما اتحسبتش وتغيرت نتيجه المباريات. ففكره ان انت تيجي تاخد بالعدد دي انا اسف جدا فكره عشوائيه غير منطقيه، مش هنشتريها. لكن نشتري ايه؟ نشتري اراء خبراء التحكيم ونشوف القصه راحت فين. هل بالفعل تقنيه الفيديو اللي فيها المشاكل دي كلها اللي اتكلم عنها مسؤولين وخبراء التحكيم كانت على الجميع، ولا كانت زي ما قال الكابتن احمد الشناوي الخبط كله في اتجاه واحد والاخطاء كلها في اتجاه واحد؟ ده اللي احنا نتكلم فيه. طيب الناس بتقول ان انت اكتر فريق خدت ركلات جزاء في الموسم ده، طب هل ركلات الجزاء دي فيها ركله جزاء مشكوك في صحتها؟ فيها ركله جزاء اتحسبت من اجل مساعدتي؟ ده اللي انا اساله، ده اللي انا افهمه. وبالتالي احنا مش هنقول راينا كالعاده، احنا نطلع لاراء خبراء التحكيم، نشوف ركلات جزاء النادي الاهلي اللي اتحسبت الموسم ده، اكتر فريق حصل على ركلات جزاء الموسم ده فيهم ركله جزاء غير صحيحه، نطلع ونشوف اراء خبراء التحكيم. الايده هي اللي باينه قدامنا ولا الايد التانيه؟ خلاص مسك واحده من الاخطاء اللي بيعاقب عليها القانون بركله حره مباشره داخل منطقه الجزاء، ركله جزاء. في ركله جزاء في اعاقه من لاعب نادي الزمالك على لاعب النادي الاهلي بالقدم اليسرى ثم في سنده بايده اليسرى، كان قرار سليم ممتاز من محمد عادل. اللعبه الثانيه برضو ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في شيء من الإهمال طبعا من لعيب نادي الزمالك. عندنا أول حالة ركلة جزاء لصالح نادي سموحة، يعني صعب أن محمود يشوفها، حكم الفار استدعاء ركلة جزاء سليمة فعلا لإيد اليسرى لمحمود لاعب نادي سموحة خارج بره الجسم، يبقى ركلة جزاء سليمة وأول قرار للبنا سليم في المباراة. طبعا أنا إيد اللاعب، خلي بالكم حركة إيد اللاعب، بص حركة إيد اللاعب، بص إيد فين بتروح فين، كان تحت وبعدين بتطلع لفوق، اذا الايد تحركت للكره فبالتالي لمسه اليد موجوده والقرار قرار صحيح باحتساب ركله الجزاء. لو كانت جت في ايده وهو مباشره سدد في المرمى حتى لو ايده في الوضع الذي لا يعاقب عليه القانون لابد من معاقبته بلمسه اليد. هنا بالشكل ده انا كنت اتمنى الفار طالما هو شايف انه ما هياش مخالفه عليه ويعني مش في الوضع الغير طبيعي عشان يعاقب ما كانش جابها له وخلق الجدل. هنا طبعا المخالفة واضحة، فطبعا هنا قرار ركلة الجزاء طبقا للقانون قرار صحيح. في لعب بإهمال من مدافع نادي إيسترن كومباني برجله الشمال ركلة جزاء سليمة، في إعاقة من مدافع نادي غزل المحلة مستخدم. هنا عاوزين نركز في حاجتين، عاوزين نستخدم في القدم اليسرى والإيد من فوق. نعم. طبعا لعب بإهمال من لعيب نادي المحلة وركلة جزاء سليمة. طبعا هنا دي ركلة جزاء واضحة وصحيحة ما فيهاش خلاف لأنه داخل في ظهره وبيجري واللاعب التاني حتى لو وقف لاعب النادي الاهلي وهو خبطه يعتبر برضه فاول اهمال منه زي في حكايه العربيات لما ده وانت ماشي يعني سيب مسافه اللي قدامك عشان ما تقبل او ضرب فراغ والحاجات دي كلها. ان وجود ركله جزاء لما يجي نبص برضه هتلاقي ايديه خارج نطاق كور من الكور الصعبه بس في النهايه هي ركله جزاء فعلا ضربه جزاء. هنا في القانون في نص صريح بيقول لك اذا ارتكب لاعبان مخالفتين في آن واحد تعاقب على الاشد. الاشد هنا مين بقى اللي وصل للاشد؟
مين اللي المخالفه بتاعت تشد؟ نعم. حسام ولا المدافع؟ المدافع. المدافع اللي جاب حسام بالظبط كده. نعم. استمر، فبالتالي خلاص هنا عشان كده الفار اكدوا ركله الجزاء. هنلاقي في لعب باهمال من لعيب نادي المصري بقدمه اليسرى، اصطدم طبعا بطريقه ما فيهاش تعمد، واحنا عارفين ان التعمد خلاص اتلغى من قانون كره القدم. لعب باهمال، يبقى قرار سليم للبنا بعد ما طارق مجدي ناداه بركله جزاء. ادي الفريق اللي حاصل على اكثر ركلات جزاء في الموسم. كل خبراء التحكيم مختلفين، اجمعوا ان ركلات الجزاء دي صحيحه ومستحقه للنادي الاهلي. ومن هنا الرساله لاي لاعب سابق اهلاوي ممكن يقعد امام حد ممكن يعرض هذه الاحصائيات، يقول له استنى بس كده، عشان احنا ما بنشتريش الكلام اللي بيتحط على اساس اننا نطلع ان النادي الاهلي ما ظلمش تحكيميا. هات لي بعد اذن حضرتك ركله جزاء من ال 12 او ال 13 او ايا كان عدد ركلات الجزاء اللي اتحسبت للنادي الاهلي فيهم ركله مشكوك في صحتها، عشان نقدر نتكلم مع بعض. غير كده احصائياتك دي تبلها وتشرب ميتها. ده رقم واحد. رقم اتنين، النادي الاهلي هو اقل فريق تم احتساب عليه ركله جزاء، ويا للعجب تكون ركله الجزاء دي بتحتسب في مباراه القمه، في مباراه اشتهرت بمباراه الاحتواء. ده تصريحات حكم المباراه، تصريحات رئيس لجنه الحكام، ويا للعجب يطلع حكم مباراه يقول انا احتسبتها بناء على عرقله من علي معلول اللي رجله ضربت حمدي فتحي، ويطلع رئيس لجنه الحكام يقول لك لا ده هي محسوبه على شد، ويتوه ويتفرج دمها بين القبائل، ويطلع اراء خبراء التحكيم يقول لك اصلا ما فيش ركله جزاء على النادي الاهلي. فحتى النادي الاهلي اللي هو اقل فريق تم احتساب عليه ركلات جزاء، ركله الجزاء اللي احتسبت عليه كانت في مباراه قمه وما كانتش ركله جزاء. وبالتالي شغل الاحصائيات ده ممكن يدخل على اطفال، لكن الناس بتتكلم في الكوره وفي مجال الكوره، لا تعالى قول لي مدلول الاحصائيه دي ايه، وتعالى قول لي اراء خبراء التحكيم قالوا ايه. اعتقد وضحنا اراء خبراء التحكيم في ركلات الجزاء اللي اتحسبت لصالح النادي الاهلي، وعندنا اهداف تم الغائها للنادي الاهلي، ولكن ايضا عندنا ركلات جزاء كان ممكن انها تحتسب للنادي الاهلي يا فارس. بص يا اسامه، الفكره بمنطق انا الفت احصائي، عارف فكره انا الفت موقف، انا الفت احصائي. احصائيه تبدو ليك ان هي حقيقيه، ولكن في حقيقه الامر لما نيجي نقف عند معطيات الاحصائيه هتعرف ان في منهجين، يا منهج انك تجيب رقم بدون مدلول، يا منهج ان انت تشتغل زي خط احمر، ان انت تيجي ترد بالدليل وبالصوت وبالفيديو وبالموقف. وده اللي احنا بنعمله دايما، وده هو عهدنا هنا، سواء ردينا في ازاي للجميع شافوا ان احنا قلنا ازاي الفار لم يكن عادلا ولا تستطيع ان تاخذه مقياس اذا كان حقق العداله ولا لا، بل احنا اللي نقدر ناخده مقياس بسهوله ان النادي الاهلي ظلم في وجود الفار، وده سبب يخليك تسال نفسك 100 مره. احنا اللي جينا قلنا ان في وجود الفار النادي الاهلي تعرض لاشياء بالمخالفه للقانون والمنطق. احنا اللي جينا هنا قلنا ركلات الجزاء اللي البعض شايفها مؤشر، ما انت خدت ركلات جزاء كتير في وجود الفار، بس كان ليا اكتر، بس كان ليا حسام حسن بيتقلع التيشيرت وما اتحسبليش ركله جزاء، كان ليا ضربات جزاء كتير ما اتحسبتش، كان بالنسبه لي بشكل كبير جدا كان في طرد يفرق معايا في المنافسه على الدوري وما اتحسبليش. دي كانت الرساله بتاعتنا ودي كانت فكرتنا. ولكن بس عايز اوصل حاجه كده في ختام الحلقه، يمكن عضو جمعيه عموميه النادي الاهلي قابلني ان هو كلم احد ابناء النادي الاهلي وقال له دلوقتي ما يتعرض ليه النادي الاهلي على شاشتك، فكان الرد لا والله القصه ما تتعلقش بالنادي الاهلي. عايز اقول لك ان لا والله القصه تتعلق بالنادي الاهلي وتتعلق بتاريخك، وتتعلق ان البعض بيقول ان بطولاتك بالمحسوبيه والمجاملات، واي معلق حتى بيخرج يشيد بالنادي الاهلي ده بيبقى مشكله. فاذا الامور تتعلق بالنادي الاهلي، تتعلق بتاريخك، وتتعلق بكابتن صالح سليم، وتتعلق بكابتن حسن حمدي، تتعلق بكابتن محمود الخطيب اللي حققوا جايزه نادي القرن، اللي انت كنت لاعب بتساهم في 5 بطولات منهم في 6 سنين من 82 ل 87. والله العظيم تتعلق بالمساس بتاريخك انت لو للحظه شغلت دماغك. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، وهيظل دائما الاهلي خط احمر بمبادئه وبتاريخه.